السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه السلسلة، سلسلة أنشطة التعليم عن بعد. إذن أعزائي التلاميذ، لازلنا معكم في الدرس الثاني من دروس الوحدة السادسة في مكون الرياضيات بموضوع التماثل المحوري. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتصحيح الأنشطة التي طلبناكم بإنجازها في الحصة السابقة في الكتاب المدرسي، الصفحة 102 و103. إذن سوف نقوم بتصحيح هذه الأنشطة، ولكن قبل أن نبدأ في تصحيح هذه الأنشطة سوف نقوم أولا بتذكير صغير لما تعرفنا عليه في الحصة السابقة. إذن تعرفنا في الحصة السابقة على الشكلان المتماثلان. إذن نقول الشكلان المتماثلان بالنسبة لمستقيم ينطبقان على بعضهما تمام الانطباق بواسطة الطي، أي عندما نقوم بأخذ ورقة ونقوم بطيها، أثناء الطي نحصل على خط يسمى خط الطي أو محور التماثل. إذن هذا الخط يسمى خط الطي أو محور التماثل. إذن كما هو مبين هنا، إذن نأخذ ورقة نطويها ثم أرسم على الشكل، عفوا أرسم على الورقة الشكل. إذن بهذه الطريقة نرسم على الشكل، أقوم بقص هذا الشكل وأفتح الورقة وأرسم خط الطي. إذن عندما نفتح الورقة يظهر لدينا خط الطي، نقوم برسمه. هذا الخط يسمى محور التماثل بالنسبة للشكلين المتماثلين الظاهران أمامنا هنا. إذن هذا فقط تذكير لما درسناه في الحصة السابقة. الآن سوف نبدأ بتصحيح الأنشطة. إذن التمرين الأول والتمرين رقم 3، أرسم محور التماثل وأرسم الجزء الثاني لكل شكل في كل حالة. إذن لدينا هنا شكلان، سوف نرسم النصف الآخر لهما، ولكن قبل ذلك يجب أن نرسم محور التماثل. إذن أولا نرسم محور التماثل بالنسبة للشكل الأول بهذه الطريقة، طبعا باستعمال المسطرة نرسم محور التماثل. إذن هذا محور التماثل بالنسبة للشكل الأول، هذا محور التماثل. ثم نأتي بالمنسوخ ونضعه على النصف هذا من الشكل، ثم نقوم برسم هذا الشكل على المنسوخ، ثم نقوم بقلب ورقة المنسوخ ونضعها على الجانب الآخر من الورقة، ثم نتبع أيضا خطوط هذا الرسم فنحصل على شكل مماثل للشكل الموجود هنا. إذا وبهذه الطريقة نحصل على شكل مماثل للشكل الأول. إذا هذا الشكل رقم واحد، الشكل الثاني هو الذي رسمناه باستعمال المنسوخ. نقول أن الشكل الأول هو مماثل للشكل الثاني، إذن بهذه الطريقة. إذن بالنسبة للشكل الثاني نرسم أولا محور التماثل، إذن نرسم أولا محور التماثل ثم نرسم الشكل أيضا. إذن باستعمال الأنسخ أيضا نضع الأنسخ على هذا الشكل ونتتبع خطوطه، ثم نرسم نضع الأنسخ بجهة يعني نقلبه، ثم نضعه على النصف الآخر من هذه الورقة ونتتبع خطوطه. إذن نحصل على شكل بهذه الطريقة، ونقول أن الشكل الأول هو متماثل مع الشكل الثاني. إذن هذه الأشكال نرسمها باستعمال الأنسخ. إذن تمرين رقم 1 صفحة 103، أرسم الشكل باستعمال المسطرة على شبكة تربيعية مطوية وأقص باتباع السهم، ثم أفتح الورقة وأعبر عن ملاحظتي. إذن عندما نرسم الشكل على ورقة مطوية وأقص باتباع السهم بهذه الطريقة وأقوم بفتح الورقة، أحصل على شكل مماثل لهذا الشكل. إذن نقول عندما نرسم شكلا متماثلا
على ورقة ونطوي الورقة حسب محور التماثل ينطبق طرف على طرف، أي هذا الشكل سينطبق على الطرف الآخر من الورقة. إذا نقول عندما نرسم شكلا متماثلا على ورقة ونطوي الورقة حسب محور التماثل، أي حسب خط الطي، ينطبق طرف على طرف، يعني هذا الطرف سوف ينطبق على الطرف الآخر. إذا هذه هي الملاحظة. التمرين 2، أربط كل ورقة مطوية بالشكل المتماثل الذي قص منها، ثم أرسم محور تماثلي. إذا لدي هنا 3 أوراق وثلاث أشكال مقصوصة من هذه الأوراق. إذا سوف نقوم بصلة كل شكل بالورقة التي قص منها، ولكن لكي نعرف كل شكل من أي ورقة قص، سوف نقوم بإتمام رسم أو محور تماثل لهذه الورقة. إذا الشكل الأول يشبه الشكل الثاني في الأسفل، وبالتالي سوف نقوم بإيصاله بالشكل المناسب له. ثم الورقة الثانية أيضا نقوم بإتمام رسم نصف الشكل، وبالتالي نحصل على شكل يشبه الشكل الثالث هذا. إذا هذا يشبه الشكل الثالث، وأخيرا الشكل هذا يشبه الشكل الأخير، وبالتالي نصله بالشكل المناسب له. ثم نرسم محور تماثل كل شكل. إذا محور تماثل الأشكال الموجودة في الأسفل، إذا هذا محور تماثله سوف يكون في الوسط، يقسمه إلى قسمين بحيث أن النصف الأول هذا يشبه النصف الثاني أو متماثل مع النصف الثاني، وبالتالي الشكل الموالي أيضا محور تماثله أيضا يقسمه إلى قسمين بحيث الشكل الأول أو النصف الأول متماثل مع النصف الثاني، وأخيرا الشكل الثالث أيضا نقسمه إلى قسمين بحيث يكون الشكل النصف الأول من هذا الشكل متماثل مع النصف الآخر. إذن هذا بالنسبة للتمرين رقم 2. تمرين رقم 3، أرسم مماثلة كل شكل. إذا لدي مجموعة من الأشكال، سوف أرسم مماثل لكل شكل باستعمال التربيعات. إذا لدي هنا شكل، أبدأ أول شيء بتحديد رؤوس هذا الشكل. إذا أحدد رؤوس هذا الشكل، ثم أحددها في الجهة المقابلة لها من الورقة. إذا هنا محور التماثل هو المرسوم بالأخضر. إذا 1، 2، 3 تربيعات، وبالتالي في الطرف الآخر أحدد أيضا 3 تربيعات على نفس الخط. إذا 1، 2، 3، إذا النقطة المقابلة لها ستكون هنا. ثم النقطة الثانية تربيعة واحدة، إذا تربيعة واحدة أيضا على نفس الخط. تربيعتان النقطة الموالية، إذا 1، 2 تربيعة بالنسبة للنقطة الموالية. كذلك النقطة الموالية أيضا تربيعة في الأعلى، وبالتالي تربيعة هنا. والنقطة الأخيرة سوف تكون على محور التماثل. إذا أبدأ برسم الشكل بهذه الطريقة، نرسم 3 تربيعات في الأعلى وبالتالي 3 تربيعات في الأسفل. إذا هنا نصل 3 تربيعات بالنقطة الموالية، وبالتالي هنا إلى النقطة الموالية. إذا تدريجة أو تربيعة إلى الأعلى، إذا هنا تربيعة إلى الأسفل، تربيعة إلى اليسار، أيضا تربيعة إلى اليسار، ثم نصل بالنقطة الأخيرة ونحصل على شكل مماثل للشكل التالي. إذا الشكل رقم 1 هو الذي كان مرسوما مماثل أو متماثل مع الشكل الثاني بالنسبة لمحور التماثل الموجود هنا في الأخضر. بالنسبة للشكل الثاني أيضا لاحظوا معي أنه ليس متسقا بمحور التماثل بل بعيدا عنه بتربيعة واحدة، وبالتالي النقاط سوف تكون يعني بعيدة عن محور التماثل بتربيعة واحدة. إذا أولا نحدد النقاط أو الرؤوس لهذا الشكل، نحدد رؤوس هذا الشكل. إذا هذه الرؤوس تساعدني على الرسم بسهولة الشكل المماثل لهذا الشكل. إذا أبدأ أولا بتحديد الرؤوس في
الجهة المقابلة لهذه الورقة أو هذه التربيعة. إذا أولا النقطة الأولى تبعد عن محور التماثل بتربيعة واحدة، النقطة الثانية تبعد بثلاث تربيعات، هذا بالنسبة للنقط التي تكون على نفس الخط. كذلك على نفس الخط نقطة تبعد بواحد اثنان ثلاثة أربع تربيعات، واحد اثنان ثلاثة أربع تربيعات، إذا ستكون النقطة هنا. كذلك النقطة الأخرى بنفس على نفس الخط بأربع تربيعات، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذا هنا. ثم النقطة الأخرى بتربيعتان على نفس الخط، إذا واحد اثنان على نفس الخط، ثم الأخيرة بتربيعة واحدة هنا. وبهذه الطريقة نكون قد وصلنا كل النقط، يبقى لدينا فقط أن نصل هذه النقط ببعضها. إذن هذا الخط مقابل لهذا الخط على التربيعة، إذن تربيعتان هنا إلى الأعلى، هنا تربيعتان إلى الأسفل، هنا تربيعة مائلة واحدة، إذن تربيعة واحدة، ثلاث تربيعات إلى اليسار، كذلك ثلاث تربيعات إلى اليسار، وتربيعتان مائلتان هنا، وكذلك هنا تربيعتان مائلتان، وأخيرا إذا بهذه الطريقة نحصل أيضا على شكل. إذا نقول أن الشكل رقم واحد هو متماثل مع الشكل رقم اثنان بالنسبة لمحور التماثل. إذا الشكل الأخير أيضا أحدد رؤوس هذا الشكل، هذه الرؤوس سوف أحددها على في الطرف الآخر من الشبكة. إذا أبدأ، النقطة الأولى سوف تكون هنا على نفس محور التماثل، النقطة الثانية بتربيعة واحدة فقط على نفس الخط، ثم النقطة الثانية ثلاث تربيعات على نفس الخط، ثلاث تربيعات، واحد اثنان ثلاثة، إذا هنا، ثم ثلاث تربيعات أيضا على نفس الخط، واحد اثنان ثلاثة، إذا هنا، والنقطة الأخرى تربيعتان من محور التماثل، إذا تربيعتان هنا. وبهذه الطريقة أحصل على جميع النقط، ثم أصلها، أبدأ بالنقطة الأولى مع النقطة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، وبهذه الطريقة أحصل على شكل أيضا مماثل الشكل الذي كان مرسوما هنا. إذا نقول الشكل رقم واحد هو متماثل مع الشكل رقم اثنان الذي قمنا برسمه. إذا أعزائي التلاميذ بهذا ننهي حصتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر لمزيد من الأنشطة الداعمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.